نعم، تحياتي لك. أهلا وسهلا. يعني حقيقة محافظة 12 آذار كانت يعني الارتكازة الأساسية للانطلاق نحو سوريا، تمثل لكل السوريين، وكانت الانطلاقة الأساسية لكسر حاجز الخوف التي وضعتها يعني الدكتاتورية إبان ذلك. فلذلك جاءت انتفاضة 12 من آذار لترسيخ يعني مبادئ الإنسانية، ولترسيخ الحقوق، ولترسيخ الهوية الكردية بشكلها الأساس. فهذه الانتفاضة المباركة، وكان لنا شرفا في المشاركة في تلك الانتفاضة. فهذه الانتفاضة هي كانت الارتكاز الأساسية لتثبيت الحقوق على كامل الجغرافيا السورية. فهذه الانتفاضة ومنها انطلقت بعد ذلك يعني الانتفاضات وثورات سوريا فيما بعد، لأن هذه الانتفاضة كانت الارتكازة لكسر حاجز الخوف. يعني آنذاك كانت يعني الدكتاتورية بأوجه قمع أوجه قوتها، وتفرض يعني سياسة يعني السلب بكل مفاهيمها على الجغرافيا السورية. فهذه الانتفاضة كسرت كل تلك الحواجز التي وضعتها السلطات الدكتاتورية من يعني على شاكلتها. فكانت هذه هي لكسر كل هذه الحواجز التي وضعت أمام الشعوب، والتي وضعت أمام التآخي بين الشعوب. فانتفاضة يعني 12 من آذار في البداية كانت لتثبيت الهوية الكردية بشكلها الأساسي، كانت الانطلاقات الثانية تماما. صحيح، يعني حضرتك تقصد أن هذه الانتفاضة كانت ردا على السياسات التي كانت يعني منذ الستينيات، كان الكرد في سوريا يتعرضون لسياسات إنكار الوجود وقمع سياسي وثقافي واضطهاد قومي، وهذا والذي حدث في تلك الانتفاضة كان رد على هذه السياسات المتبعة في سوريا، أليس كذلك؟ يعني هذا تماما، يعني من السياسات يعني من تاريخ الستينيات والى تاريخ 2004 كانت هناك سياسات القمع يعني بحق الكرد جاريه يعني في اوج قوتها، ويعني بكامل يعني الدكتاتوريه انذاك. حدث الى مرحله الستينيات كانت مرحله الحزام العربي، ومرحله يعني قمع الكرد انذاك، وقمع اللغه الكرديه، وقمع الهويه الكرديه، الى وصولا الى وصول سلطه البعث الى السلطه، وبدات القمع من ناحيه اخرى، وولاده جديده من حاله القمع بيد حزب البعث تماما، ويعني حاله التي وضعت امام الشعب السوري باكمله. فكان كمل الاخبار هي لذلك الاستناد الى انتفاضه 12 اذار كانت يعني باساسها المباركه في الانطلاقه نحو ترسيخ مفاهيم اخوه الشعوب، نحو ترسيخ طيب مفاهيم. وفي هذه النقطه يعني لو نتحدث عن نتائج هذه الانتفاضه، يعني كيف ساهمت هذه الانتفاضه لجعل شمال شرق وسوريا على ما هي عليه الآن؟ يعني علاقة المنطقة، علاقة الشعوب، علاقة المكونات مع بعضها البعض، التعايش السلمي الموجود حاليا في المنطقة. تماما سيدتي، عندما أتحدث عن سلطات بالتأكيد أنا لا أتحدث عن يعني الشعوب. اليوم العلاقات بين الشعوب تتطور أكثر وأكثر. كانت هناك علاقات تاريخية متجذرة بين الشعب الكردي والشعب العربي، ووضحت ذلك في انتفاضة 12 من آذار عندما حاول سلطات البعث يعني تسليح العشائر وتسليح شبان العرب فرفضوا ذلك. فكانت هذه بحد ذاتها هي للتأكيد على حالة التآخي والتعايش المشترك بين مكونات شمال وشرق سوريا تماما. فدعنا نقول ان انتفاضه 12 من اذار فكانت منها اليوم انطلاقه 19 من تموز، واليوم نرى حاله التاخي الموجوده، وكل ذلك كان بالارتكاز على انتفاضه 12 من اذار. لذلك يعني نتائج هذه الانتفاضة كانت هي للتأكيد على التعايش المشترك، للتأكيد على هوية الشعوب، للتأكيد على هوية الشعب الكردي، للتأكيد على وجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية. فلا تستطيع أي سلطة ديكتاتورية إنكار وجود الشعب الكردي مهما كان أوج قوته، ومهما كانت ديكتاتوريته وأساليب المتبعة من قبله، يعني سواء كانت من يعني الأنظمة أو الأحزاب الشوفينية في المنطقة تماما. فلذلك ثبت الشعب
هويته التاريخية على أرضه من خلال انتفاضة 12 من آذار، واستمرت إلى انتفاضة 19 من تموز. فأوجه الترابط بين هذه يعني الانتفاضة وهذه الثورة هي من أوصلت الشعوب والكرد إلى يعني هذه المرحلة التاريخية اليوم التي نعيشها تماما. نعم، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات والمداخلة معنا من شمال شرق سوريا. خالد جبر، حقوقي ومختص في الشأن في القانون الدولي.